واللي كنتمنوا ان شاء الله التفكيات يفوت وتعطينا واحد النتيجه مستقبليه ان شاء الله. وكيشرف جمعيه تامونت انها دير هذه الاتفاقيه واولى اتفاقيه ديالها مع هذه المنظمه مع هذه الجمعيه. تنمير النون، تصفيقات النون، تصفيقات حار. ما سمعت والو. شكرا جزيلا للحضور الكريم، وشكرا للاساتذه، شكرا للاستاذ الكاتب الجمعيه، شكرا للاستاذ يحيى، كذلك سي محمد اكونات، وكذلك استاذ صلاح والكاتب والرئيس جمعيه تمنت. اليوم تنحتفلوا بهذه المناسبه باعتراف صاحب الجلاله وتقييد اليوم الامازيغي في العطل السنويه مثل السنه الميلاديه والهجريه. لهذا التزامن مع هذا الحدث قمنا بهذا الحفل لحفل الاحواش ديال احواش سوس وبهذه الأهازيج التي يعني يعجب بها جميع المواطنون سواء كان عرب أو أمازيغ. هذه التراث العريق في التاريخ المغربي، ونحن نعتز بكوننا مغاربة ملتئمون وملتحمون سواء كانت أمازيغ أو عرب أو يهود في هذه الأرض السعيدة. و نحن مثال للشعوب في هذه القضية التلاحم والتلاقح والتعايش. جمعية تامونت اليوم احتفلت بواحد الحدث اللي هو حدث عظيم بالنسبة كإمازيغ، بالنسبة لنا كإمازيغ، وهو القرار أو الإقرار الرسمي الاحتفال بالسنة الأمازيغية، عيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنه لكل المغاربة على غير الأعياد الوطنية الأخرى. فالجمعية احتفلت بهذا القرار اللي هو صراحة طالما انتظرناه كإمازيغ، اللي هو كيمثلنا وكيمثل لنا واحد اليوم اللي تاريخي كإمازيغ وكمغاربة عموما. إذا شكر ديالنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي أعطى تعليماته وقرار سامي منه أنه يكون هذا اليوم عطلة وعيد وطني. تنميرت نون وتنميرت الجمعية تامونت اللي احتفلت بهذا الحدث، وتنميرت لكم انتم كصحافة اللي درتوا تغطية إعلامية لهذا النشاط، شكرا بزاف ومزيد من التألق الأمازيغية إن شاء الله. تنميرت نون. تاولو فرقنا نزار الدار البيضاء فقط دلاح طنجة. غير كانت شتات دلاح تشوط الدو فرصات. يبان الجو. يبان الجو والله ما ينسى بنادم. ولكن هاتي خطا كيزيد الحال. اسمعني. هاتي خطا تقديم ذات ديال خصها تسكيت كانت من سير خفيفين غير هذيك. اشوف خطا غير كانت دلاح طنجة نقرب من اوروبا. غنحاول نروس. اوه. كي ورات فردة خطوراتنا. سمعني. راه الانسان غاجلاب ياك. كنباركوا هذه الفكره وكنباركوا هذه الثقه
اللي عطى سيدنا لهاد الامازيغيه. وكنباركوا كذلك غادي يجي واحد اليوم اللي غادي يكون راس السنه اللي كنتظروه يا ما انتظرناه، كنا دائما كناديو بها وكانت جميع المحافل كتنادي بها. الحمد لله هذا مكتسب لهاد الامازيغيه. وحنا ماشي حنا بالنسبه لي الامازيغ الجمعيه اللي دارت هنا في هذه المنطقه ديال الجمعيه دارت الامازيغ كلهم فحال اللي قلت. كاين سواسه ديال سوس وكاين روافه ديال الريف وكاين كذلك الشلوع ديال الاطلس وكذلك كاين الناس ديال مثلا الرشيديه وبني ملال اللي كيتكلموا حتى هما واحد اللغه امازيغيه اللي عندها قريبه للسوسيه. كنظن على ان هذا الشيء غادي يعطي واحد الوجه كبير وغادي يعطي واحد الشرف كاين البلاد ديالنا، لان الامازيغيه راه كاينه في بلدان اخرى، كاين بلدان المجاوره ليبيا بعض الدول الاخرى، وكنعرفوا على ان الامازيغ المصدر ديالهم راه جاوا من الشرق. اليوم جد سعداء جينا نحضروا النشاط الاول اللي كتنظموا واحد الجمعيه اللي عاد اساس السات في جمعيه في مدينه طنجه اللي هي جمعيه تامونت للثقافه الامازيغيه اللي جات باش تعزز النضالات الحركه الامازيغيه وتعزز النشاط الثقافي الامازيغي في مدينه طنجه. واليوم سعداء بالقرار الملكي اللي جا باش يقرر السنه الاول في السنه الامازيغيه كعيد وطني مؤدع عليه. وان شاء الله هذا العام غيكون مجموعه من الجمعيات مجموعه من مؤسسات مدينه طنجه غي يعني غي فرحانين وغيحتفلوا حتى هما في يعني بمناسبه هذا الاقرار. وشكرا. وكذلك باقة ورد للسيد يحيى المدني يقدمها له السيد عبد شكري تحت تصفيقاتكم.